انا بحب طاحه المطره لانها تكنيكها عالي ومحتاجه قوه ومحتاجه سرعه، وانا يعني حابب الحاجه دي. يعني انا حاليا بتمرن فتره واحده في اليوم بس فتره طويله لمده 3 ساعات، ومركزه مع الكابتن جدا في التمرين، وتحسنت معاه كتير جدا في المطره. وهو مش بس مدربي، هو نفس ابويا كده. يعني انا اكبر انجازي في اطاحه المطرقه اول عالم شباب مرتين، كنت حاسس بجد ان الدنيا بتضحك لي. كنت انا اسمع كده يعني الدنيا بتضحك لي، ما كنتش عارف الاحساس ده. شعوري طبعا ان انا هشارك في اول بطوله اولمبيه ليا، دي حاجه كبيره بالنسبه لي. يعني نسوي انجاز لقطر ونرفع رايه قطر ان شاء الله، ونفرح الشعب القطري ان شاء الله.